اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، فقرتنا الاسبوعيه الدائمه مع اربعه من نقادنا الرياضيين الكبار الحقيقه واساتذتنا الحقيقه. هم مش نقاد رياضيين ولكنهم كتاب في كل واحد في جريدته وكل واحد في موقعه، ناس دايما الحقيقه كنا بناخد بارائهم لانهم لهم اراء جريئه واراء ايجابيه دائما. خلوني ابدا باستاذنا استاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ ازيك يا كابتن؟ وحشنا جدا، ربنا يخليك. ايضا مع انه اسبوع بس لكن وحشنا والله. اسبوع بيحصل فيه حاجات. ايوه طبعا. كل سنه حضرتك طيب. حضرتك طيب. ايضا استاذنا الاستاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ تشرف ومنور. انت منور كالعاده دائما. الله يخليك كابتن. ايضا استاذنا استاذ سامي عبد الفتاح. ازيك يا استاذنا؟ مساء الخير. اخبار حضرتك يا كابتن اسلام؟ الحمد لله تمام، وسعيد دايما بوجود النخبه دي ووجودي معاك. ربنا يخليك. ايضا استاذنا الاستاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذنا؟ ازيك كابتن؟ حضرتك دايما كده ربي بكل خير في الصحبه الجميله دي، دايما منورنا والحقيقه دايما بنستمتع بارائكم. عشان كده انا لازم ابدا باهم موضوع وهو عوده الجمهور. كيف يعود الجمهور الى المدرجات مره اخرى خلال الفتره القادمه؟ طبعا الجمهور احنا يعني بدا غياب الجمهور بسبب التعصب وبسبب الشغب وبسبب امور من هذا النوع. أيوه. الامور هديت شويه مع الوقت، لكن الحقيقه جت بقى كورونا لتمنع الجماهير مش عن الملاعب المصريه فقط، عن العالم كله. انما عوده الجمهور مساله مرتبطه بالنظام اللي بيطبق داخل الملاعب. نظام اداره المباريات، نظام دخول وخروج اللاعبين، معاقبة المخطئين. لما يبقى في حد بيغلط او بيتجاوز لابد من عقابه عشان يبقى فيه التزام. زي ما كانت ملاعبنا زمان يا كابتن اسلام، الناس كانت بتدخل وكل واحد بيشجع فرقته ودون اي تعرض للفرق الاخرى. مصبوع. او لجماهير الفرق الاخرى. فنمرت واحد تطبيق قانون. لا عارف برضو، خلينا نتكلم بصدق في هذا الموضوع. دايما بتبقى فيه المناوشات اللطيفه العاديه دي عادية اللي بتحصل في كل انحاء العالم، دي طبيعيه في كل الملاعب. لا لا لا، دي انا مش بقصدها خالص. انا اللي بقصده انه يبقى فيه حملات موجهه ضد ناس، ضد فريق، ضد لعيبه معينه. وتصل الامور الى درجات سيئه جدا من الخروج عن الاداب العامه. لكن طبيعي جدا ان يبقى فيه نوع من مش هقول تلاسن، بس في هزار مقبول. أيوه. وفي هزار تقيل مش مقبول. فلابد من معرفة المتسببين، وزي ما بنشوف في الملاعب الأوروبية كابتن ناس معروفة بالاسم، لأن مش كل الجمهور على فكرة هو اللي بيرتكب هذه الأخطاء. طبعا اللي بيرتكب هذه الأخطاء مجموعة محددة، وقد تكون معلومة، يعني معلومة شخصيا بالنسبة لمثلا منظمي المباريات. في أشخاص معينين معروفين. دول اللي احنا بنسمع عنهم بيتحطوا في البلاك ليست، يمنع من دخول المباريات، يمنع من دخول الملعب للتشجيع. ده أمر طبيعي. إنما بنظلم الجمهور العادي لو قلنا إن الجمهور هو اللي بيمارس الشغب. لا، بس المشكلة إن هذه القلة البسيطة ممكن هي اللي تقود الجماهير. يعني لو واحد طلع بهتاف خارج، بيبقى في ناس على فكره بتقعد قبل الماتشات تكتب الهتافات دي وتعملها على وزن شعر وحاجات، يعني أي. في ناس متخصصه، فدول هم اللي بيثيروا الفتنه. انما الجمهور العادي كان موجود في الملاعب، ويعني كان سلوكياته عاديه جدا وما كانش في مشكله.